مرحبا بكم الناس الكل. كنا اليوم نحضروا الأوماج صغير كيف العادة المرحوم الهادي بالخيصة، لكن جاء الخبر اللي صدمنا وجعنا برشا، وفاة الأسعد الورتاني في حادث سير بقلوب حزينة عيون دامعة. ننعى المغفور له بإذن الله. الأسعد الورتاني زقو الاسم اللي تعرف وتشهر وتحبيه، الأسعد ولد الشبيبة، ولد استاد، ولد النادي الافريقي الورتاني، الكابيتان وقلب الأسد اللي عطى برشا، عطى بلاش حساب برقاب مع الملعب التونسي، مع النادي الافريقي، مع المنتخب الأولمبي. مشواره في الكرة كان قصير وعمره كان أقصر. هذا عزيز الأسعد الورتاني سي مختار تحت تأثير الصدمة. شكري بقعة كبيرة 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 كبيرة. امبارح جاء من السعودية على المصرية 12/7 قطري مهدي، جاني في الليل حي النصر لا يعمل في دورة يودع. والله مشينا البارك الكليب، قال لي خذ لي تصويرة، قال لي صورني أول مرة فيه. إن شاء الله يجي نهار يا ربي وراني في كليب أفريقيا، إن شاء الله سمعت البطولة وعمي نتبع في أخبارها، إن شاء الله ترجع كما دمي قريب في عهد. نحن عنا أولاد بهيم، عنا صغار، ثم ريكريتمون، ثم إدارة، الحمد لله في مكة. والله والله ما كذبش عليه، أنا معناها طورت وعندي كثير. اخر صورة لي في الليل مخر، جاء بخمس ايام ست ايام ومش يرجع، جاء فرحان يعني في النهضة السعودي كلاسي دوزيام ربح لولانية، الحين تسعة ماتشات وفي جليل القادري. اش فك هو خويا، خلى زوج بنيات سوام عمرهم خمس شهور، وليد عمره عامين نص مالك، البنية منيرة على اسم ام مرته متوفية الله يرحمها، على الزهرة اسم امه الله يرحمها. انا نسعد اخو صغير عمره ثلاث سنين تولد في اسم عم لدوني كترناه بو الله يرحمه الزهرة الله يرحمها، تراضي وقتي انا يقول يا خالي انا دمي مش فهمت خويا، قريبي صاحبي خويا في السعودية يوميا دارتوز كامل في الحال كل ولاد مشينا نبني دارك مش منحات ولا سحب. قال لي متوحش جيت خمس ايام وخي مش نرجع. قال لي انا حبيت صاير كامل تو ملي جيت مع ما قلت له المدام، قال لي انا رخبه كذا صغار نحب ندور نحب ندور. قلت له استديوهاتك واحد عنده كون مستقبل ان شاء الله اسمع دايم الله شيء. هو انا نقول فلوس بالديار سمحني بالكلمه، كان طيب برشا، تونس كامله تعرفه، الكل تعرفه، كان حنين حنين برشا، حنين حنين، كان متواضع جدا، مع احترامي ياك العساسه ولا لي كونسيرج، يبغى يتكلم معاهم، ما بغاش في الخاوي الاسعد، اسال عليه في حي النصر، يجيب احلى العطار يحط العساسه تبدا تدور بيه، تبع تقييم ونظام الكنوية، نجح في سد كل ذكرياته ويمشي، يحب ولده برشا برشا برشا، اسمه مالك، نسخه مطابقه لاصل الاسعد، بو توفى عنده ست شهور وخلص، البارح عزبت لي في بو وامه، في بابا وامي الله يرحمها، في خويا. توفينا دونك والله يجبد عليهم يبوس فيا ويحمل يودع البحر. خويا هذا كهو خويا الله يرحمه كهو، ان شاء الله الاسعد استغفر الله العظيم ما ماتش، يبقى في الذكرى نتاع في الذاكره نتاع التونسيين الكل. احكي لي على الكوره يقول لي تظلمت حاجه بركه، تظلمت الفريق الخوي ما لعبتش برشا. قال لي البارح على كوريا واليابان كي روحوا سليتي ميس العبيدي عمار صويح قال لي قابلته في السعوديه وقت اختيارات، قال لي نحترمهم ان شاء الله كوب دافريك عندنا سنه وان شاء الله يشجع عنده اتصالات نحضر اصدقاء في الدنيا سيف غزال هذيك بوس عادي النمس يحبه. قال لي هذيك ولد الملعب التونسي ما لعبه في الاستاد في مطلع. قال لي النمس يوسف يوسف خلت احسن جوارات، يقول لي ما لعبت معهم في الدنيا، لعبت مع 400 واحد في شيخا وزير وزياد كل. قال لي لعبت مع محددة مع حد سني مع كل احسن جوارات. قال لي جمال بنان وسام يحيى، قال لي كليب افريكان نمشوا احنا ماناش في فورما انا وسامه وسام يحيى شاهد السلام وسام يحيى نمشوا ليطوار نعملوا نير وتنبك ليطوار. والله والله يحكي الكتاب قال لي نربحوا ونعملوا نير في اغلى في اسوء الحالات. كان يعشق الكوره، كان عنده طموحات، ولده شاري له الكوره السياره مراه الحق كل شيء مثل البوتيك تاع كليب افريكان. سي مختار عزيز المرحوم الأسعد الورتاني كما سمعته لآخر لحظة في حياته يتكلم على حاجتين، عائلته الناس القريبة له والده والدته وعلى النادي الإفريقي والكرة، هذوما أكثر حاجتين كان يحبهم الأسعد الورتاني وكان يحب يتكلم عليهم. المرحوم خلى وراه برشا حزن برشا حسرة، ثلاثة صغار وعائلة عمرها ما تنساه وجمهور كبير يقعد ديما يتذكروا بالخير. الله يرحمك يا الأسعد ويرزق أهلك وذويك جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. بالمناسبة لما هذه هيئة النادي الافريقي تتقدم ولجنة الأحباء زيادة في النادي الافريقي تتقدم إلى عائلة الفقيد بخالص تعازيها القلبية راجية من المولى العلي القدير يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فرديس جنانه. إن لله وإن إليه راجعون.